هل سيتكرر انفجار 4 آب وتتكرر مأساة المواطن لكن شمالا هذه المرة بعدما بدأ الحديث عن وجود مواد كيميائية مشعة خطيرة جدا داخل منشآت نفط طرابلس في منطقة البداوي وفق تقارير مرفوعة من شركات مختصة بالتعاون مع الجيش اللبناني الذين كشفوا على هذه المواد المخزنة داخل المنشأة؟ رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي دعا إلى وقفة تحذيرية شارك في محتويات بمنشآت النفط في طرابلس مواد كيميائية متفجرة ومشعة. هيدي أنا ما اخترعتها من عندي ولا اخترعت قصة أنا، إنما هيدي جاية بالتقارير والمستندات الموجودة بين إيدي وأنا ببرزها على العلني، والكتاب وجهه لي إياه بالتاريخ، هذا التاريخ على الكاميرا 26/2/2024. لمين موجه هذا الكتاب؟ موجه لاتحاد بلديات الفيحاء، من الأمن المركزي لمحافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرة لاتحاد بلديات اللي أنا هلا حاليا برأسه. موجه إنه في مواد كيماوية شديدة الخطورة وفي تقارير، وأنا ما عم بخترع وعم بأكد على الإعلام، أنا ما عم بخترع الموضوع لأخلق قصة ولأرعب الناس، إنما أنا بأكد إنه في مواد كيميائية موجودة بحرم منشآت. بوجه له الرسالة لوزير الطاقة لا مبالي، قبل هلا بلغناه في مواد نفطية، في تروسبات نفطية بالمصفي ما سأل. رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد حمل وزير الطاقة المسؤولية في حال وقوع الكارثة. وزير الطاقة دمر منشآت النفط بطرابلس، دمر الآبار، سرق الأشجار، وطلبنا فتح تحقيق ما فتح تحقيق، راحت من هون لبيروت الأشجار كلها قطعت لا يفتح تحقيق ما فتح. آخر شيء في مواد كيميائية بهذا الجبل اللي مقابلنا، هذا الجبل اللي مقابلنا دفنت فيه المواد الكيميائية، كانت محطوطة بكونتينرات. مين بتحمل مسؤولية؟ هل بده يعملوا مرفق بيروت مثل شو اللي صار فيه بده يصير هون بالبداوي؟ نحن ما هنسمح لهم، نحن مع أخواتنا وأهلنا بالبداوي، وهذا الأمر بيعمل كارثة لكل طرابلس. هذا ما عم يتصرف تصرف إلا تصرف ضد طرابلس. اليوم وقفة تحذيرية لرفع الصوت والضغط على وزارة الطاقة لترحيل هذه المواد، فهل سيكون لهذه الخطوة من آذان صاغية؟ من البداوي روعة رفاعي صوت لبنان.